الله على بركة الله. بعد أن حرمت ناحية قرى تبة لفترة طويلة من الزمن أو لعقود من الزمن من أبسط الخدمات، ها هم الناس اليوم يحتفلون بفتح محطة قرى تبة الحكومية. لم يكن لأحمد مظهر جهد في هذه المحطة فحسب، بل كان لكل الأخوة ابتداء من مدير عام توزيع المنتجات النفطية، نزولا عند مدير توزيع نفط ديالى الذي كان كالجندي المجهول يعمل ليل ونهار من أجل إكمال هذه المحطة، وكذلك الكادر الهندسي في هذا الفرع. اليوم لا تكون هذه المحطة هي المشروع الأخير في ناحية قرى تبة، هناك مشاريع استراتيجية ومن بنود موازنة 23 ستشهد النور بعد إن شاء الله أقل من شهر أو شهرين، سنشرع في تنفيذها بإذن الله. طالما موجودين نحن في المسؤولية راح يشوفون سنتنافس مع كل زملائنا من أجل تقديم أفضل الخدمات. ما يميزنا عن الآخرين الذين قبلنا كانوا في إدارة المحافظة أو في مجلس النواب في المحافظة كان التنافس على أساس إطلاق الشعارات، اليوم إحنا التنافس على أساس هاي الساحة وهذا الميدان. تنافسنا إن شاء الله تنافس مشروع مبني على تقديم الخدمات، أكبر الخدمات وأسرعها. أشكر قناتكم العظيمة اللي حضرت اليوم في هذا الاحتفال، أشكر أخوي الأستاذ عامر، صار 3 أو 4 أيام هو ليل نهار متواجد في المحطة من أجل أن يتمم فرحة العيد بفتحها، لأنه أعطينا كلام على فتحها قبل العيد والحمد لله اليوم تكلل هذا لأهلنا في قرى تبة وكل خانقين. بعد اتصالنا بالأخ مدير عام توزيع المنتجات النفطية حصل اتصال كذلك بين الأخ الأستاذ عامر ومدير عام التوزيع، ولله الحمد فترة العيد 4 أيام ستكون بدون بطاقة توزيع في محطة قرى تبة الحكومية وكذلك المحطات الأخرى في كل فرع خانقين لتوزيع المنتجات النفطية. بسم الله الرحمن الرحيم. إشارة لا توجيهات معالي وزير النفط
والسيد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، وبإشراف مباشر ورعاية من السيد حسين طالب المحترم مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، وبكوادر فنيين ومهندسين، تم بعون الله تشييد محطة وقود خرتبة الحكومية بسعة خزنية 108 متر مكعب للبنزين، 108 متر مكعب لزيت الغاز، و 54 متر مكعب للنفط الأبيض. هذه المحطة شيدت ضمن مواصفات الجودة التي أوصت بها وزارة النفط، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله توكل. توجيه مباشر أستاذ حسين طالب دان مدير عام شركة توزيع منتجات النفطية، أستاذ عامر السعدي مدير فرع ديالة منتجات النفطية باشلة دغن قبل بير إيل، إنشاء محطة قرتبة النموذجية. الحمد لله والشكر ضمن المدة المسموحة بتم محطة كامل بواقع يوز سكيز بين لتر بنزين، يوز سكيز بين لتر زيت الغاز، اللي ديرت بين لتر نفط، ديرت مضخة مزدوج قيدغي شندا بنزين شه، ديرت مضخة غاز شه، كي مضخة نفط بياس شه. وإن شاء الله بقول نائب محافظ ديالة السيد نائب أحمد مضر الجبوري والشيوخ والوجهاء قال دغلا محطية إن شاء الله افتتاح دار غيزنة حتى تقديم أحسن خدمات بملتشة. حسب توجيهات وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، محطة باشلر ساعة 9 صباح إن شاء الله، والتوزيع يكون بطاقة السنة للبنزين، بطاقة القسائم للبنزين، وبالنسبة للكاميرا المنظومة الكاميرات والرقابة الإلكترونية بالنسبة للزيت الغاز. وإن شاء الله بساعات يدنا باشلر لا ساعات بيشا قدر حسب التوقيت الصيفي، وده هؤلاء عنده توقيت شتوي تقلل بزنش التوجيهات مراجع مزن على وقت انتهاء العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول قرتبة بيرمي على من أول كيف أول، لأنه بزبو افتتاحيات بيقول بنزي خانة مالا بنزي خانة حكومي قرتبة ده بو برمداد يعني تقريبا اللي الأطوشي اللي بعلم شوخ معانا تشاكتي بنزي خانة أساس أزمة بنزين مالا نفط مالا مستمر بزدوارد هل كده بزي معانا أتمز. الحمد لله والشكر جهود محافظة ديالة وأستاذ أحمد وإدارة ناحية وشركة منفذة وإنجازية الشيخ بوصر حق وزارة صرحية تشتغل إن شاء الله بقلنا نضها نفط بنزين غاز قرتبة ذاك يسمس سأقول الله سيا مرحبا. افتتاحية oldu burada محطة بنزين قرتبة الحكومية حاضر oldu burada نائب أحمد مظهر برهان معموري نائب محافظ مدير ناحية اشتاء كامل قوات أمنية جمعته مدير منتجات نفطية على ماله sağ olsun burada her kim çalışanlara yaptırdılar bunu çünkü bu mantıka buna ihtiyaç idi. Çok memnunum müdür nahiyen de cuhudundan da müdür belediyede hepsinin her kim burada işte çok memnunum özünün bu mantıkanı ihya ettiğin işten sağ olasız, sizlere var olasın. Allah razı olsun.